لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بريش، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف الأعزاء، وموصول أيضا لكل الإخوة والأخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورت، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الإفريقي الكبير، ألا وهو وصول الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في مواجهة نسور نيجيريا، المحاربون أمام النسور من أجل ورقة الترجح لمواجهة السنغال للأسف في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل هنا على نفس الملعب في القاهرة. طبعا وجوه مبتسمة وليست مقبوضة تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو هكذا بهذه الابتسامة، أكيد تتفائل خيرا في هذه المباراة. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا العملاق الإفريقي والعملاق العالمي المشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، في حضور جزائري رائع وبارع وفي حضور كذلك الثاني موجود أمامك المدافع الأوسط كونغولو راح للخلف لمدافع كولينز، ترجع لأحمد موسى الكرات البينية نيجيرية وجاح مازال يرجع ليوسف بليلي، معاه يوسف بليلي وبغداد بونجاح والكرة البينية موسى راح موسى عنده الكرة الآن موسى لجمال بالعمري يبحث عن من هنالك بغداد ولكن بعيدة يا جمال على بغداد، راحت مباشرة من هنالك للكرة يوسف عند الكرة بلايلي يمر بلايلي يدخل بلايلي بابا با جول يا 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 يوسف لم تكن متسللا أبدا أبدا أبدا، لم تكن في وضع التسلل في هذه الكرة ورياض 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 التوزيع يا 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 الخلف مضطر معليش اول كره صعبه للمنتخب الجزائري تروح لاسماعيل بن ناصر ضيعها واهداف سجلوه من كره ثابته حذري 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 بعيد بعيد راحت راحت سلامات راحت سلامات مباشره ضربه يا بغداد اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى خطيره جول با 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 يا رامي حطها لك بالمليمتر يا رامي بالمليمتر حط لك الكره هنا في القائم الثاني ارتقى خلفك حذاري يا رامي خلفك موجود اوازيم الكره خطيره ولولو وجمال بالعمري بحركة كاراتماني خرج هذه الكرة مباشرة في الركنية الكرة الآن يحاول يمر رجع للخلف الكرة المرفوعة في القائمة الثانية حذاري والكرة بعيدة بالرأس راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث أوميرو الكرة راحت راح يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف رياض يدخل من الوسط راح يوسف بلايلي كرة ممتازة ليوسف الحكم خلى اللعب نعب يا يوسف فلعب يا يوسف فلعب يا يوسف فلعب يا يوسف سهلة بعيدة تماما لجمال بن عمري خلوه براح واحد يروح له واحد يروح له تلعب لأحمد موسى لازم له مساعدة أحمد موسى وبين أحضان الرئيس يا يوسف وراح سفيان كرة ممتازة اي 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 لبغداد وصل إتيبو 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 مع سفيان وجمال مرة ثانية يطلبها رياض زفان دخل زفان مازال معلش معلش يا زفان معلش الكرة بعيدة تماما راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة حتى انت دخلت في المباراة يا مهدي طبعا صعب جدا تعوض عطال صعب جدا تلعب كرة ممتازة بغداد بونجاح بابا بابا جول يا بغداد يا بغداد ماذا ضيعت يا 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 فرصة ثمينة لبغداد لبونجاح فرصة جيري صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير صعبة كتير رايس ادريس راح يحاول المرور وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح بغداد ضربة جزاء يا سيد الحكم يا بغداد زيد خرج له بطاقة صفراء زيد زيد خرج له بطاقة صفراء انت استفزيتهم منذ البداية وخوفتهم وحاولت تضغط عليهم نعم طويلة من أحمد موسى التغطية الدفاعية بالراس وعدلان وراحت مباشرة ضربة سفيان يلعبها لبغداد بابا بابا بغداد وبابا بابا بابا خطيرة سفيان لي
لبغداد وخرج من هنالك جميل كولينز. فرصة رابعة للمنتخب الجزائري. هاي هنالك رياض، رياض خطيرة. اغلقنا عليه، اغلقنا عليه. ايوبي متسلل ام لا؟ والتغطية الدفاعية وعدلان. ايوبي ايوبي ايوبي. راحت سلامات. سلامات 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 يا رياض. حذاري حذاري من الكرات مثل هذه، وانت بظهرك يعطيه الكرة مثل هذه انت لا تطلبها. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة. اخذها رياض، رياض رياض ارضية وجول. إلياي 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 يا يما. جول 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 يا رياض، جول يا رياض. بالعربي نصرخ ونقول إلياي هدف، بالامازيغي نقول اسوي، بالانجليزي والاسباني نقول جول، وعشاق الكره الجزائريه. اطلبها بغداد، راح بغداد، راح بغداد. دفاعيه حذري من الخطوره، حذري حذري يا يوسف، حذري حذري. والرئيس رئيس يلتقط هذه الكره السهله بالنسبه اليه قبل. حذري يا رئيس، الكره مرفوعه برا. روح على الان ايوبي. يا عيسى بغداد يلعبها مع بن اي مع يوسف. وفي خطا، وفي خطا قبل ما يلمس اللاعب الجزائري المنافس. راح يكتبها بغداد، راح بغداد، راح بغداد، بغداد. لا 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 لا. عدلان قديورة عنده الكرة الآن، عدلان كرة ممتازة لبغداد. لا لا يوسف يبحث عن بغداد، يوسف وبغداد والدفاع وبابا. قالوا ايتيبو يستعد، ايتيبو يلعبها في العمق، التغطية الدفاعية من هنالك. ارجع عدلان، احمد موسى، احمد موسى ما زال يلعبها من هنالك. ورامي رياض، الكرة خطيرة. ايوبي سلامات، ايوبي وسلامات. الكرة مرت مباشرة لضربة مرمى يقول حكم المباراة. خطيرة هاي، كرة 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 خطيرة. الكرة راحت ركنية. هنا الشكويزي تحول للجهتي اللي على الشكويزي. والريس رايل الهتافي وضع تسلل الكرة بالراس والدفاع. ورياض وسفيان. لا لا كرة بعيدة من سفيان، راحت مباشرة ضربة مرمى ورجعوا الغزلان إلى أماكنهم. رياض استلمها، كان في موقع رائع جدا في تنفيذ التماس لصالح المنتخب النيجيري. كرة بعيدة بالراس، التغطية من عدلان قديورة سينفذ التماس. كرة بعيدة وعدلان يتفوق. وانكويزي يدخل، شيكويزي ما زال عنده الكرة. رجع للخلف ناحية تيتيبو. لولو دفاع يدخل ويخرجها، تروح لبغداد بنجاح. بغداد بالراس يوصلها ليوسف حكم المباراة. نعم قول ضربة جزاء، قالها قالها ضربة جزاء. والبطاقة الصفراء، ضربة جزاء والبطاقة الصفراء لعيسى منجي. نعم خليني نقول لمسة يد. روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس. إيجالو جول، قلت لك روح من هنالك يا رئيس. إيجالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا. نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري. معليش خرجوا لنا الآن ما يوجد في قلوبكم في 17 دقيقة المتبقية من عمر هذه المباراة. كانوا متحكمين في اللقاء ورجعوا، شيء طبيعي لأنه كانوا خاسرين. الآن سنخرج، الآن سنبادر، سنغامر، سنخرج كل ما لدينا. دوست رجع من يوسف بلايلي، انطلق يوسف يبحث عن بغداد، بعيدة يوسف، بغداد دخل، بغداد والكرة فاتو. راحت ماس ناحية قالوا هاي صعبة، هاي صعبة. يوبي ورئيس يرجع ليوسف مرة ثانية، دخل على الجهة اليسرى يوسف بلايلي، يوسف مازال. الكرة في الركنية، ركنية ركنية يا سيد الحكم، ركنية يا سيد الحكم. خرج أحمد موسى ودخل، أحمد موسى يلعبها بينية. هاي كرة صعبة، التسديدة فوق المرمى، التسديدة فوق المرمى، الحكم يقول ضربة مرمى وليست ركنية. إسماعيل بن ناصر ليوسف، يوسف بلايلي، كرة لسفيان، سفيان لرياض، سفيان وبا با 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 با. يا 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 رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض،
عطاف الجول، عطاف الجول يا رياض، عطاف الجول.